شكرا لك وائل، واهلا بكم مشاهدينا من جديد. كريم صفي الدين ناشط لبناني استدعته السلطات في البلاد بتهمه رشق عسكريين بالحجاره خلال مظاهره طلابيه في منطقه الحمراء في كانون الاول الماضي. الناشط والباحث ومسؤول اللجنه السياسيه في شبكه مدى تلقى تبليغا من النيابه العامه العسكريه بوجوب حضوره نهار الاثنين الى فكنه الامير بشير في بيروت. كريم اكد ان هذه الاتهامات غير صحيحه وانه لم يلمس اي حجر، ففي تلك المظاهره بالتحديد كان واقفا في الصفوف الخلفيه بسبب وجود بعض افراد عائلته معه. المظاهرة الطلابية مشاهدينا التي نظمت قبل 6 أشهر رفع خلالها الناشطون والطلاب شعارات تخص عدم المس بالأقساط ورفض تسعيرها بالدولار بعد ارتفاع سعر الصرف، واستخدمت خلالها الأجهزة الأمنية الغاز المسيل للدموع كما اعتقلت عددا من المشاركين. هذا الاستدعاء عده كثيرون وسيله للضغط على الناشطين الذين نزلوا الى الشارع رفضا للفساد، وكان له نصيب كبير من الانتقادات لا سيما وانه ياتي في وقت تغرق فيه البلاد في ازمات سياسيه واقتصاديه عديده. المدير التنفيذي لمؤسسة سمير قصير في بيروت أيمن مهنا يقول إن الأجهزة الأمنية استدعت أحد أشجع الباحثين والنشطاء بتهم زائفة، بينما قتلت 4 آب والمصرفيون اللصوص وقتلت لقمان سليم ما زالوا يتجولون بحرية. وفي هذه التغريدة أكد الصحفي عصام القيسي أنه مع كريم ضد ما وصفه بالترهيب أيا كان من يقف وراءه، فيما دعا تجمع نقابة الصحافة البديلة إلى التجمع يوم الاثنين أمام المكان الذي استدعي إليه كريم دفاعا عن حق التعبير عن الرأي ورفضا لما وصفوها بالممارسات البوليسية. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا إلينا من بيروت كريم صفي الدين منسق اللجنة السياسية في شبكة مدى. أهلا بك كريم معنا في الأخيرة. بداية، يرى البعض أو يرى كثيرون أن السلطة تحاول الانتقام من الناشطين على حد وصفهم. هل استدعاؤك اليوم بعد حوالي 6 أشهر من المظاهرة التي شاركت فيها سلميا يصب في هذا الإطار، وما دلالة التوقيت برأيك؟ برأيي حاليا، وخاصة بالأزمة الاقتصادية اللي عم نعيشها بالبلد والأزمة السياسية الكبيرة والاستحقاقات اللي هلأ نحن عم نشوفها على المستوى الوطني والمحلي، في خوف كثير كبير من النظام تجاه التنظيمات والمجتمعات البديلة اللي عم تنخلق بالمساحات اللي عم تقدر تخرق فيها، وخاصة الجامعات، ولكن مش بس الجامعات، حتى بالمناطق وبالنقابات. يعني لما نحن نشوف انه في مناطق كانوا شبه ديكتاتوريات بايد الميليشيات والمافيات الطائفيه، عم نشوف انديه علمانيه عم تنخلق لتصير مساحه حوار ونقاش ومقاومه في وجه هذا النظام، اي نظام 4 آب الذي قهر الطبقات المهمشه في هذا البلد. نرى اكيد انه هن عم بيشوفوا هالتنظيمات البديله كتهديد لسيطرتهم، لسطوتهم، ولاحتكارهم لهذه المساحات. نعم، يعني هذه الاستدعاءات تتكرر بشكل لافت، الأسباب مختلفة، أحيانا بسبب تغريدات ومنشورات تتضمن مثلا انتقادات للطبقة الحاكمة، وأحيانا تتخذ القضية الشكل الذي نتحدث عنه اليوم، حتى أن منظمة العفو الدولية كانت قد أكدت قبل حوالي عام أن السلطات في لبنان تضيق فعلا على الناشطين، وأن الانتهاكات بحق حرية التعبير عن الرأي في لبنان أصبحت نمطا سائدا بعد 17 تشرين. إلى ماذا تسعى الدولة برأيك؟ ما الذي تريد الوصول إليه؟ إذا بدنا نحلل بدقة، أنا برأيي النظام الحالي في لبنان عم بيتخبط، ما في أي وسيلة غير مباشرة للسيطرة. كان في الزبائنية، هلا الدولة أفلست ما فيهم يوصفوا ناس شمال يمين. كان في الشركات الخاصة المرتبطة بهذه المافيات والميليشيات، وأيضا عم تواجه مشاكل عديدة. ففي أزمة كبيرة عند هذه الأحزاب، ولما يصير في أزمة ولما يصير في تهميش لطبقات كانت عم تتيسر، حتشوف إنه الشيء البديل والمعارض والمناهض لهذا النظام حيصير تهديد. فمع غياب الأدوات غير المباشرة للسيطرة، صار في الأداة المباشرة للسيطرة أو الأداة المباشرة. نعم. شو هو الأداة؟
القمع، التهديد، الترهيب، استخدام السلطة لاستدعاء الشباب والناشطين والمعارضين وكل من شارك في الحركة الاعتراضية في لبنان من 17 تشرين حتى الآن. طيب، هذا هو الواقع عملنا. في ظل ما تحدثنا عنه من هذه الممارسات، كيف يمكنكم فعليا على أرض الواقع المضي قدما في مطالبكم؟ كيف يمكنكم الصمود إن صح التعبير في وجه هذه المضايقات؟ في تقريبا خطوتين. في خطوة انه ضروري المعارضة في لبنان وخاصة الحركات القاعدية كشبكة مدى والأندية العلمانية تقدم رؤية بديلة مثل كيف قدمناها ببيانات عديدة سابقا، ورؤية بديلة مرتبطة بمصالح هذه الطبقات المهمشة بالبلد اليوم. وثانيا والأهم من هيك، ضروري يكون في قاعدة شعبية منتشرة لهذه الرؤية ولهذه التنظيمات البديلة والجديدة والتقدمية والديمقراطية في البلد. وهذا الانتشار يأتي من خلال الأندية العلمانية في الجامعات والمناطق والنقابات ليصيروا مساحات وعي. هذه الأندية بحد ذاتها هي التهديد، وخاصة في المناطق التي أصبحت شبه ديكتاتوريات. يعني نرى هذا في الجنوب، في جنوب لبنان، وين الثنائي الشيعي هو اللي مسيطر. يعني هذا هو الأساس. يعني في ضرورة خلق مساحات مقاومة في وجه النظام وأقطاب النظام في كل منطقة وجامع ونقابة. نعم، كريم صفي الدين، منسق اللجنة السياسية في شبكة مدى، شكرا لك على وجودك معنا اليوم، ونحن طبعا سنتابع القضية وما سيصدر عن النيابة العسكرية نهار الاثنين.